صاحب الجلالة، إن الأمير قد أصلح والمأمور قد أفسد، وقد مسنا من إفسادهم الكثير. والله وتالله لقد ضاقت بنا الأرض بفساد المأمورين بالسهر على راحة رعاياك، رعاياك الذين لطالما خاطبتهم بشعبي العزيز. أي شعب هذا الذي فقد العزة والكرامة مع مسؤولين أفرغوا عبارة شعبي العزيز من كل معنى؟ في بلاد أمير المؤمنين أئمة مساجد تعتقل وتحكم باسم جلالة الملك وتسجن. سعيد أبو علين، إمام مسجد ومدير مدرسة التعليم العتيق بقلميم، سطروا عليها بالحمر، خرج يتظاهر كأي مواطن أو مستخدم أو موظف كيشوف أن حقوقه تسلبت منه، عادي تظاهر أو احتج. غادي يقولوا شي وحدين أننا في حالة الطوارئ، غادي نفكرهم نال الاعتراف الأمريكي بمغربية الصحراء، حتى هذيك الوقت كانت حالة الطوارئ في البلاد. وإلا كان من حق المغاربة يحتفلوا بالمكاسب الوطنية على مستوى السياسة الخارجية، فمن حق المغاربة يحتجوا ضد المكاسب الوطنية اللي ضاعت على مستوى السياسة الداخلية، ولو على إيد وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية. واش اللي خدامين في وزارة الأوقاف؟ ملائكة؟ ما كيغلطوش؟ حتى هما بشر وموظفين كيغلطوا، وإلا لقاو اللي دعمهم في الغلط كيغلطوا ويتمادوا في غلطهم حتى كيولي جريمة. السيد حس أن حقه ضاع وخرج يرجع، استقضى عليه عمره وحياته وأحلامه وحتى وليداته. فالمؤسف في الواقع أن تعطاته عامين ديال الحبس، عامين ديال الحبس لخلق حالة طوارئ ما كيناش حتى في أكبر الديكتاتوريات. واش بغيتو تربوه ولا تدمروه؟ ما فهمتش. عامين ديال الحبس وغرامة 10,000 درهم، 10,000 درهم. علاه بالسلامة هو شحال كيشد؟ على بالسلامة انتوما شحال كتعطوه؟ قال لك سيدي لأنه كان كيتنقل بدون رخصة التنقل. الله أكبر. غادي تقولوا احنا في حالة الطوارئ؟ غادي نقول لكم عاود تاني، إلا كانت فعلا عندنا حالة الطوارئ علاش نظمتوا الانتخابات؟ اه عنده الحق يتنقل لأن التنقل حق دستوري يا الشرفة. قرارات الحكومة ما كتمثلش أغلبية ديال المغاربة، ولكن الدستور كيف ما قال جلالة الملك هو دستور لكل المغاربة. ولا داعي ندخلوا في التفاصيل، خلونا مع الفقيه ونعتبروه تنقل بدون رخصة التنقل. أيهو بنتكم يسير شحال عطيتوها؟ ولا الوطنية ولات عندكم درجات؟ بنتكم يسير وزيد وزيد وزيد، هذوك درجة أولى. والفقيه أمثاله درجة ثانية. شي واحد يفهمنا، حيت ما بقينا فهمنا والو. البقر تشابه علينا. واخا سيدي هاد الفقيه خرق قانون طوارئ وعطيته عامين، فين كانت هاد الجدية والصرامة طيلة الحملات الانتخابية والأحزاب والمرشحين؟ كل شي خارق حالة الطوارئ. رئيس الحكومة السابق خرق حالة الطوارئ، عزيز أخنوش ونزار باركة ووهبي خرقوا حالة الطوارئ في التحالف الحكومي ديالهم وتعانقوا وتباوسوا كاع. علاش هاد الحقرة للأئمة؟ بركة غير الحقرة اللي عايشينها من نهار اختاروا بيوت الله يخدموا فيها، أجورهم الأرخص، كرامتهم أسفل السافلين، ولادهم وعائلاتهم الأفقر والأهون، وكل هذا في بلاد أمير المؤمنين. وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية اللي ولات مهمتها هي مراقبة الهلال وتوقيف الأئمة اللي كتقول كلمة حق. وزارة الأوقاف اللي هي أغنى الوزارات، ورغم ذاك الشي كامل الناس اللي اختاروا أو كتاب عليهم طرف الخبز فيها، للأسف طرف خبزهم كيغمسوه هما وولادهم في الدموع من الفقر والحقرة والدل اللي عايشينه. زعما راه الأئمة والمؤدنين خاصهم يكونوا قدوة والمواطنين يغيروا منهم ويحاولوا يكونوا بحالهم؟
أو هذا خوفكم؟ ما بغيتوش الأئمة تكون قدوة المجتمع؟ داكشي لاش مسحتوا بكرامتهم الأرض؟ عميل إمام مسجد، فاش من باب غادي ندخلوها؟ أش من دريعة؟ وشنو نقولوا الأجيال القادمة؟ عاجزون حتى في وجه العجز والعجزة.